خليط التوريق ده هو اللي بيشقلب لي بالظبط الجلاش ده من كونه جلاش عادي ليه كاني مشلتته وعجنه وخبزه ولته وكل حاجه، عباره عن زبادي، سمنه، بيكنج باودر، لو عندك قشطه حطي شويه لبن مفيش مشكله، وملح. وملح تاني، خليط التوريق، سمنه سايحه، زبادي، شويه لبن، لو عندك قشطه حطي البيكنج باودر عليه عامل كبير جدا، وكمان اخر حاجه هي الملح. طيب وبعدين انا هنا اول حاجه بدهن الصينيه سمنه سايحه، اوعي تدهني خليط التوريق لا فوق ولا تحت، عارفه يعملك ايه؟ هيعجنهالك ويخليها تلزق منك. طب امال هي ليه ازاي بتلق كده؟ علشان انا حاطه اول طبقه سمنه واخر طبقه سمنه. دي بصي هي سبحان الله حاجه بسيطه جدا، بس سبحان الله من انها تبقى ناجحه انها تبقى لازقه معاكي. طيب عندي خليط التوريق الخطير ده اهو، 3 معالق زبادي على شويه سمنه، يكون زي ما انت شايفه كده، على شويه ملح اهو، والبيكنج باودر، واعمل كده. دي هتبقى فطيره محشيه.